معالي رئيس الجمهورية بيتعامل مع صندوق تحيا مصر بصفة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. معالي رئيس الجمهورية بيحلم للبلد، بيفكر في مشروعات طويلة الأجل، قد يكون بعض الأحيان مداها 10 سنين وأكثر، إنما هدفه كله الاطمئنان على هذا الشعب، الاطمئنان على مستقبله، الاطمئنان على أي حاجة بتتم بقواعد ثابتة تضمن لها. أهم قضية بتقابلنا في إدارة صندوق تحيا مصر سيادة اللواء محمد أمين مشرف علينا إشراف كامل، أهم حاجة عنده قواعد الاستمرارية. الاستمرارية دي هل هي أهم حاجة بتقابلنا؟ مش ممكن نعمل حاجة يكون مطمئنين إنها هتعيش بعدينا وتكمل لمدة 100 سنة. مش مجرد دار، لا، دي استراتيجية عامة قايمة على أساس فكري، قايمة الأساس الفكري ده من طريقة المعاملة النفسية، المعاملة التعليمية، الدمج في المجتمع، وفي نفس الوقت النموذج السياسي اللي مش يكون النهاردة ده إن شاء الله بيطبق، هيطبق في 8 محافظات ماشيين على التوالي. يمكن المحافظة التالية إن شاء الله هتكون المنيا، في اسكندرية إن شاء الله، ويمكن الحمد لله البرنامج معالي الوزيرة نبيلة مكرم مساعدانا جدا إن برنامج أطفال بلا مأوى من أهم البرامج اللي بتسوق لأبناء الجاليات المصرية في خارج مصر، ولاقين دعم كبير جدا من الجالية في نيويورك وفي لوس أنجلوس، وكمان إن شاء الله في انضموا لنا الجالية المصرية في النمسا إن شاء الله داعمين. بنشرح لهم الميثودولوجي كاملة، بيشوفوا النظرية كاملة، بنديهم الحق كمان إن هم لو عندهم خبرة يضيفوا لنا أهلا وسهلا، إحنا مفتوحين لاستقبال أي فكر جديد. إنما الحمد لله كل اللي سمعناه منهم تقدير، كان دايما بيقولوا احنا مش متخيلين ان انتوا في مصر شغالين بالطريقه دي.